قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآيات من سورة الأنعام يخاطب إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، يخاطب فيها أباه لأن أباه كان على الشرك وإبراهيم عليه السلام كان على التوحيد وهو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم قال لأبيه، وأبوه اسمه آزر، وأصلا اسم آزر هو اسم لصنم من الأصنام كان بيعبد أبوه. ولما كان مخلص له في العبادة، مخلص لهذا الصنم، سموه باسمه فلقب أو سمي آزر، ده أبوه. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. في هذه الآيات أولا دليل على أن الإنسان ممكن يكون هو صالح وأبوه ما صالح، ولا يشترط في صلاح الإنسان أن يكون أباه صالحا ولا يكون ولده صالح، لأن الصلاح لا يتوارث. أنت ما بتورث ولدك زي ما بتورثوا الوطاة وبتورثوا البيت والقروش، ما بتورث ولدك الصلاح. ومن هنا ظلت جماعات الطرق الصوفية والطوائف بتاعتهم لما اعتقدوا أن الصلاح يورث وراثة، يقول لك ود الفقي لابد يكون فقي، ود الشيخ لابد يكون شيخ. لا، ما لابد. وأول ما الفقي مات، هو الفقي ذاته ما صالح، خد بالك، الفقي مات ذاته وما صالح، لكن أول ما يموت طوالب بيجيب ولده بيقول له بطل البنجو، داك بيكون بتاع بنجو قاعد جنب الخور هناك بيضرب فيها، طوالب جيبوه مسكوه الخلافة. هو داك ذاته لو قاعد جنب الخور في البنجو بتاعه كان أخير من أبوه الشيخ اللي بيعلم الناس الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه بتاع البنجو ده في النهاية على رقبته، يطق بنجويته دي ويقعد جنب الخور لحد بالليل يرجع البيت، ده في النهاية ضر نفسه بضلاله وبمعصيته دي ضر نفسه. أما أبوك الشيخ قاعد في الجامع وحفظ القرآن، ودي طاعة عظيمة حفظ القرآن، لكن ما استفاد منه، وقاعد في المسجد بضلل في الأمة وبدق في الناس مقالب وبورط في الحريم، تجي المرة داخلة عليه دي دايرة الجنة وديك ما تعرف ولد طافش دايرة يجيبوا لها راجع، وديك عندها مشكلة ثانية، وهكذا بضلل في الأمة. على أي حال يفهم من هذا أن الصلاح لا يتوارث، وإنه أنت عشان تكون صالح ما شرط أبوك يكون صالح، لأنه الآن التصوف من الأول أنت لو دار تبقى عبد صالح لله ما في طريقة. مما يقول لك أنت من وين؟ تقول لا أنا من كده. أها، أبوك كيف؟ شيخ طريقة؟ لا، أنت ما بتبقى شيخ. خد في بالك، ما دام انت ابوك ما شيخ انت ما هتبقى شيخ كله كله، يعني اقصى مرحله من الرتب العسكريه الصوفيه انت بتصليها بتصل للمرحله بتاعت مقدم. بتعرف المقدم؟ يعني بس انت مقامك تشيل الابريق وتقعد جنب الشيخ، ولو جاء واحد مسحور ولا كده انت بتخنقه، فهمت؟ ولو في مره بكون عندك معاك برنامج تاني، انتهى على كده، ده حدك ما بتبقى شيخ. لكن إبراهيم عليه السلام
قال لي أبوه مشرك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وده من باب الإنكار عليه. قال له أنت يا أبوي تسوي لك أصنام، والأصنام دي تعملها آلهة تعبد مع الله عز وجل. وده يا أخواننا لا ينافي بر الوالدين، لأنه في شبهة بروج الشيطان وأعوان الشيطان. أول ما أنت مسكت العقيدة الصحيحة وأمك مثلا تابعة للطريقة التجانية، تقول لك يوم الجمعة تجيب الرقصة وتوديني للشيخ، ماشي أجيب المحايات من هناك. أنت لما تقول لي هذا ما بجوز يا أمي، بتقول لك أنت عاق، أنت ما نافع، ولد عاق. ليس من العقوق يا أخوانا كونك أنت تخالف والديك في العقيدة، ده ما من العقوق أصلا. إبراهيم عليه السلام قال له أتتخذ أصناما آلهة إني أراك، الكلام لأبوه، إني أراك أها وقومك، الجماعة اللي على نفس البرنامج بتاعك، يعني أبو إبراهيم والناس اللي على البرنامج بتاعه ده من أهل الشرك. قال له إني أراك وقومك في ضلال مبين. الكلام ده يا أخواننا واضح جدا. ولهذا أنت مع برك لوالدينك، بر الوالدين ده ما حسن الكلام، أنت بتقول لهم كلام طيب وكلام حسن. وهل في كلام أحسن من كونك أنت تدعو والدينك للتوحيد؟ في أحسن من كده؟ ما في أحسن من ده. هذا أعظم البر. ولذلك أنت إطلاقا ما تمشي تودي أمك للفقيه، أنت كده على الشرك، إنما تنصحها وتعيذ بالله سبحانه وتعالى ومتأيد على هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال لي إني أراك وقومك في ضلال مبين. نأخذ فائدة رابعة من هذه الآية، الصراحة والوضوح في بيان التوحيد والنهي عن الشرك، ما يكون في غموض في الكلام. إبراهيم عليه السلام ما قال له كلام فوق كده، ولا كلام فيه لف ودوران، لا، كلام واضح. قال لي إني أراك، كلام لأبوه، وده أولى من يحترم وأولى من يقدر. قال لي إني أراك أها وقومك في ضلال مبين. أنتوا مش بتعبدوا غير الله؟ أنتوا مش بتعبدوا الأوثان؟ مش بتحلفوا بهم وبتتوكلوا عليهم؟ قال لي إني أراك وقومك في ضلال مبين. الكلام ده واضح. أنت لما تقول الكلام ده في أي جامع الآن من الجوامع الكثيرة في البلد دي، بيقوم عليك أخو مسلم بيجاي، واحد هناك انصار سنة، واحد هناك ما عنده موضوع، شفت الجماعة اللي قاعدين في الكراسي إلا من رحم ربك. شوف الجامع ما تلقى كراسي وكثيرة، أعرف إنك أنت حتتعب في الدعوة في جامع زي ده. الكراسي اللي قدام شفت ديك، مما تكتر معناه التنظير كثير. ده بيكونوا جماعة معاشات ما عندهم برنامج، الواحد الصلاة بيجي قبل الأذان ذاته، مما مرق من الصلاة دي دارك هز البعدية، لأنه بكون قاعد هناك داري عاين في أيده الخشة في الجامع ده منو، ويناديك أنت هو بكون الشوف ذاته كعب، تعال جنة داك منو الخشة ده، داري عارف الحلة فيها شنو والدخل منو والمرق منو، وممكن يكون متفق معاك في الكلام لكن لابد يعذبك ويسير روحك، تعال ده شنو الكلام اللي تقول فيه ده يا حاج، الكلام ده توحيد ما فيه مشكلة أصله. عشان كده أنت عارف لما تقول الكلام الواضح في التوحيد الكتار ما بيقبلوا، وانت ما عندك معهم شغلة، لأنه ربنا في القرآن قال للنبي عليه الصلاة والسلام، ده مقام أعلى مننا نحن كثير، وهو أعلى مقام في البشر، ربنا قال له ثم أوحينا إليك، أها أوحى له شنو؟ أن اتبع منو؟ يا ناس انت لما تسمع الكلمة دي لحد هنا انت ذاتك بتحتار، النبي ده سيد البشر، ربنا قال له اتبع منو تاني اللي بتتبعه؟ قال له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. بالله شوف، مع إنه إبراهيم مقامه أدنى من مقام النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن مع ده ربنا قال له اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام يقول لأبوه ولقومه، يقول لهم إنني براء مما تعبدون. أنا قال لهم متبرئ من التصوف وداك، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، لأنه إبراهيم كان بيدعو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان بيدعو ربنا إنه هو ما يعبد الأصنام ولا أولاده كمان ولا أولاده. طيب بعد ذاك بدأ إبراهيم عليه السلام في مناظرة قومه، ربنا قال فلما جن عليه الليل، جن يعني الليل غطى، لما غطى الليل وأظلمت الأرض جن عليه الليل رأى كوكبا، شاف الكوكب قال هذا ربي. إبراهيم ما مشرك ولا بيعتقد إنه الكوكب ده ربه، لكن هذا من باب المناظرة، داري يبين لهم إنه الكواكب اللي بتعبدوها والأحجار اللي بتعبدوها الأشجار لا بتنفعكم ولا بتضركم. قال هذا ربي فلما أفل، أفل يعني غاب، ما النجوم دي بتظهر وبتغيب، فلما أفل لما غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين. الآفل ده ما بيبقى ربي، ما ممكن اللي بيغيب يكون رب، قال لا أحب الآفلين. اثنين قال فرما لما رأى القمر بازغا، القمر لأنه أكبر من الكوكب الصغير، بازغا ظاهرا شاف القمر قال هذا ربي، هذا ربي. فلما أفل غاب برضو القمر، قال يا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده برضو ما ينفع يبقى رب، القمر ما ينفع، الكوكب ما ينفع. أها فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، الشمس أكبر من ديلك، هذا ربي. فلما أفلت قال يا قوم، لما غابت برضو يلا دي ثلاثة أدلة جاب لهم ورا بعض، الكوكب ما نجح، القمر قال لهم ما نجح، ما هذه مناظرة ظاهرة قدامهم. أها الشمس ما نجحت، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أنا بريء قال لهم من اللي بتعبدوها دي كلها، قمر على كوكب على الشمس على غيره، إني بريء مما تشركون. والمقام هنا كما قال العلامة ابن كثير، المقام مقام مناظرة بين إبراهيم وبين قومه، ولهذا الداعية قد يحتاج أحيانا إلى مناظرة أهل البدع والضلال، يكسرهم. وكل من يهرب عن مناظرة أهل البدع عند الحاجة إليها فهذا جبان قد خزل الدين إن كان قادرا على ذلك. ما تفر، لكن أنت تكون زول بتقدر على المناظرة، ما تبقى جبان بعدين وتهرب، تركز وتناظر أهل البدع متى ما وجدت الحاجة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ومن لم يناظر أهل البدع مناظرة تقطع دابرهم لم يوفي الإسلام حقه. إنت لابد لكن يكون عندك علم، ما تكون زول سايمتك إنت حافظ لك آيتين ولا حديثين، تلقى لك تلقى لك واحد ساحر ولا دجال ببرطع، انت تقول لا لابد انا ناظر الزول ده، انت ما بتقدر كده، كده ما بجوز لك، حرام، لانك انت حتخزل الدين بالطريقه دي. اما اهل العلم والناس اللي عندهم مقدره على المناظره ويعرفوا الحجج والبراهين من الدين الحق منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاديان او من العقائد الباطله يعرفوها ويعرفوا يكسروا الباطل ويعرفوا شبهات الخصوم يناظرهم ويكسرون طوالي. إبراهيم عليه السلام بعد ذاك وجه لهم الخطاب، قال لهم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
المقام هنا في ناس قالوا مقام تدبر، إن إبراهيم بيتدبر يا دوب داير يعرف ويتدبر ويتأمل، وده غلط. إبراهيم عليه السلام ما كان مشرك، أبدا ما كان مشرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله، من زمان ربنا أداه رشده، وفطروا على الحنيفية السمحاء المستقيمة التوحيد. ولكن المقام هنا مقام مناظرة، يناظر في قومه وكسر شبهاتهم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: قال وكيف أخاف ما أشركتم. دي أنا دار أختم لك بيا بالله، يتأمل عليك الله. أسا الناس بخوفوك بالدجالين، أنت يومك تعرف التوحيد بيقول لك: هو يا جنة، هوي والله تتكلم فوق الأولياء ديل، الجماعة ديل ينفخوك ويكسروا كريعاتك ديل، وتاني واشتق قبل البر رجال ما تلقاه، اعمل حسابك. شوف إبراهيم عليه السلام هنا قال لهم شنو؟ قال وكيف أخاف ما أشركتم، أنتوا دارين تخوفوني بل أشركتوا بهم ديل الأصنام والأنداد والآلهة. قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم، أخاف منهم كيف؟ ولا تخافون، إنتوا ما خفتوا، أنا تخوفوني بالحجارة دي، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إنتوا أشركتوا بالله وما بتخافوا، أنا أخاف لما إنتوا خوفتوني بالحجارة بتاعتكم دي. واحد يجيك هسه يخوفك يقول لك الفكي بينفخك، انت ما خفت لمن جعلت لله نديد، انت لمن جعلت لله نديد ما خفت من الله، الله يكسرك وبيقدر، والله شفته يكتلك وبيقدر، والله ينشف رزقك كله وبيقدر، انت ما خفت من الله، وسويت لك شرك وربطت الحجبات ومشيت جبت المحايه وشربتها وصفيت تراب الشيخ، ما خفت من ده كله، أنا أخاف من التراب حقك ده؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. بعد ذلك جاء السؤال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ جاءت الإجابة من الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا، دير الأحق بالأمن، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا آمنين وفي الآخرة آمنين، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الدنيا هنا مهتدين على الصراط المستقيم، أهل التوحيد مهتدين، أما ديلك يتخبطوا كل يوم مع فكي، وظهر فكي جديد جارين عليه وفتح الطريقة جديدة جارين عليك، ديل فيهم شركاء متشاكسون. أما الموحد فرجل سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أكتفي بهذا القدر وأقدم وتحدث من بعد.